السلام عليكم. حنايا هذه خدامين هنايا في 2005 ودابا هاد الناس هادو جا وقفوا هاد الناس وتينا كتجيني كاين دابا في هاد الازمه اللي جات والناس كاين اللي كاري كاين اللي كاين عندهم كريديات ديال البنك اللي داروا التريتات ديال البنكة كاين يا ربي غدا الدار ديال الكريدي فهمتي وكاين اللي الله يحسن العون كاين اللي ما لقى ما ياكل كاين عنده اربعه د العيال المصارف يعني خلو حسن واحد الساعه اللي هي انسان باغي محتاج فيها ويعني وشدوا البيبان في وجهي في وجه ديال العمال يعني وواحد العدد ديال العمال هنايا اللي هما مساكن هذيك هي العيشه ديالهم باش كيترزقوا بها الله. واش قاموا بالضرب؟ دابا هما ما باقي في هذه الساعه اصلا ما طردونا ما حاجه يعني في هذه الساعه دابا هما اصلا بداو كيتلاعبوا بينا يعني اليوم غنبداو الخدمه غدا غنديرو غدا فعلو غنديرو يعني دابا تما شو شحال تقريبا دابا تما دابا حنا دي شهرين وحنايا واقفين انما دابا حنا ما عرفنا دابا اصلا ما صوماش ما واش مطرودين ولا المهم اصلا لحد الان ما عارفينش راسنا يعني هما جاوا شدوا البيبان يعني طرقوا علينا ما عرفناش واش يا يعني وقطعوا الماء وقطعوا الضوء على العساس اللي كاينين هنايا يعني عساس كيباتوا باللي الخدام عساسين ما العساسه ما كيصروهمش قطعوا عليهم الماء والضوء. الشركه ديالك هاد الشركه هادي لافانديريا ديال كونفيكسيون دي لاباش يعني تبع المركز يعني تبع زارا مانغوس رادي باريوس المهم ما كتخدم غالبية ديال شحال تقريبا انتم هنايا واقفين؟ هادي بدينا الوقفه ديالنا احتجاجيه نهار الخميس والجمعة. العدد ديالكم شحال يقدر يكون ديال الناس؟ العدد ديالنا يكون 150 ديال الناس. 150 نفر. طبيعة العمل ديالكم واش بكونترا ولا؟ لا بلا كونترا. طبيعة العمل ديالنا ما عندناش كونترا يعني خدامي. أنا المشاكل اللي كنا كنواجهوهم داخل هذه من 2005 أصلا أغلبية بنادم هنايا بدا ب 6 دراهم في الساعة. يعني ضرب تمار واحد المشقة باش وصلنا لتمار الدولة. يعني في 2011 اسسنا النقابه يعني عاد عاودوا راسهم شويه يعني ملي اسسنا النقابه عاودوا راسهم بداو كيعطيو حقوق ديال الناس وهادي وهيداك بعد هذاك الشيء هذا كامل يعني سامحين بزاف ديال الحوايج يعني كاين ملي جات هذه الازمه ديال الكوفيد يعني سمعنا في الديكلاراسيون ديال الضمان الاجتماعي في راسو ذاك الشيء كامل كنقولوا مصطفى زعما كيتحركوا هيدي ماريو يعني الخدمة تبقى مستمرة يعني ما بغيناش نشدو يعني ما بغيناش نديرو الضغط كاين بنادم كيمرض ما كيلقاش باش يداو عسى كيرجع لميتيو ديالو ما كيرجعلوشي كتجيبو الإدارة كيبقى مبلوكي منزل تمايا ما كاينش يعني دابا حنا طالبين استمرارية ديال الخدمة وطالبين يعني يخلصوا الناس في هاد الشهرين ديالهم الناس الله يحسن العون عندهم مكر باش يخلصوا المصاريف ديالهم والكرا ديالهم وكاين التريتات ديال البنك الناس راه عندها الكريدي هذا هو المطالب ديالنا هنايا. شهر 11 حنا كنا خدامين ما خلصوناش في شهر 11 وهاد الشهر هذا وأكثر ما تيخلصوناش فيها دا ماشي ما تيخلصوناش فيه فلوس العواول ديالنا ما خلصوناش فيهم وحنا خدام اكثر تندفعوه بحال اللي ما تندفعوهمش. شحال تقريبا انت خدام في هذه الشركه؟ انا 16 عام في هذه الشركه هذه وتا حاجه ما كاينه
في هذا الاخر لا دعم اجتماعي لا اكثر لا تتخلص. دابا ما عندكمش الدعم الاجتماعي انتوما؟ حنا ما تيخلصوهش فلوس العواول ديالنا ما شبرناهمش. هو كاين بحال ما كاينش. دابا هاد الشهر هذا كانوا تيدكرارو بينا على حتى نشبروا ديك فلوس العواول. ديك فلوس العواول بقينا شي تنشبروا باش عمناد باش يعيش، ما تيشبر لا فلوس العواول ما تيتخلص باش يعيش، ما تيخلصونا باش يعيش هاد منادم. اولا السلام عليكم وتحيه لكم على هاد التغطيه، وتحيه لهاد العاملات العمال اللي هما اللي هما مضحيين وكيعانيوا كيعانيوا معاناه اللي هي صعيبه بزاف. واخا كان الشركه كانت كتشتغل مع ذلك كان يعني كانوا المعاناه اجتماعيه. احنا حاليا هاد الوقفه اللي اولا اللي دعتنا لهاد الوقفه هادي اولا هاد الاحتجاج وهو عدم تاديه الاجور اللي دابا يعني قرابين يعني يستوفوا شهرين وحنا ماشي مخلصين. وكما قلت لكم بان يعني العاملات العمال كيعانيوا كتكون كاينه الخدمه فما بالك دابا زعما الله يكون في العون الله يحسن العون من هاد العاملات العمال اللي هما ضحوا في المؤسسة وأدى واحد الثمن اللي هو كثير زعما ما كيستحقوش باش يكونوا في هذا يعني في هذه الحالة هذه. وللأسف كما كتشوف يعني كاين اللي جاب وليداتهم هنايا وفي هذا الجو اللي هو ممطر. وحنايا بدينا يعني احتجاج ديالنا النهار ديال الخميس 23/12/2021 لحد الساعة للأسف يعني لم يعني تلقى يعني بشي إجابة أو بشي حلول اللي هي ممكن تخرجنا من هذه الأزمات اللي هي كنعيشوها. ف يعني جانا واحد البشارة يعني بالنسبة للمديرية ديال التشغيل اللي هي استدعات للاجتماع غدا يوم الثلاثاء وحنا إن شاء الله غادي نمشيو لذاك الاجتماع. وكنتمناو باش هذا الاجتماع يعطينا أو يتوضح فيها بعدا الرؤية اللي هي ممكن يعني ناخذوا فيها واحد الطريق وباش هاد العاملات العمال يبقاو شهيده مشردين ووليداتهم مشردين. يعني كممثلين ديال الاجره نعتبروا هذه يعني هاد الشد ديال او هاد الاقفال ديال هاد المؤسسه يعني كنعتبروا بان يعني وقف يعني غير قانوني وفي واحد النوع ديال التحايل. وكاين صراعات داخليه ولكن للاسف يعني دائما كتجبر بان العمال هما الضحيه والمعاناه غادي يرجع المعاناه يعني القادمه. الشغل كيكون غادي يدخل المؤسسه ولكن كي يعني كيدفعوه يمشي لجهه اخرى اولا ما كيبغيش يشبروه ولكن علاش الله اعلم. وكما قلت بان العمال كانوا كيعانيوا من الصوماج يعني منذ سنوات طويله واخا رغم يعني تحديد النص القانوني اللي جا في مدونة الشغل المادة 185 اللي هي كتحدد يعني التقليص من ساعات العمل. ولكن بالإرادة ديال الأخوات اللي هما مسؤولين في المكتب النقابي ومناديب العمال ولا الأخوات الإخوة اللي هما يعني أجيرات وأجراء فكنتوصلوا معهم من أجل الصبر والسيرورة ديال المؤسسة. ولكن للأسف هاد المسؤولين ما شافوش هاد العاملات والعمال وهذه هي النتيجه كما كتشوفوا. ومره تحيه لكم على هذه التغطيه وتحيه الاخوات الاخوه الصامدين يعني حتى نحقق يعني ابسط الحقوق يعني وابسط الكرامه. وتحيه لكم مره اخرى. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.